بعد الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين محمد عليه الصلاة وأفضل سلام، نحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، في صحة ومهنيين يا ربي. أول حاجة نبدأ بها الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، راح نرحب بالمشتركات القدام، نقول لهم مرحبا بكم يا الزينات ويا اللبات في قناتكم وقناتي. نرحب ثاني بالمشاركات الجدد ونقول لهم مرحبا بكم في العائله تاعنا سمات، ان شاء الله تعجبكم العائله تاعنا وتولوا فرد من افراد العائله. اول حاجه راح نذكر بالمسابقه اللي كاينه في القناه، مسابقه جد جد رائعه، رايحين تربحوا فيها قيمه من المال، قيمة من المال بالنسبة القيمة تاع المال بالنسبة اللي راح يربحوا معنا من الجزائر هي 1,000,000 سنتيم دينار جزائري بالنسبة للفائز الأول. الفائز الثاني راح يربح 700,000 دينار جزائري، والرابح الثالث راح يربح 500 دينار جزائري. إلى لقيت تفاعل وتفاعلتم مع هذه المسابقة وتفاعلتم مع القناة، بالتأكيد رايحين نزيدوا نديروا مسابقات ورايحين نزيدوا عدد الرابحات وقيمة الهدايا. ابقوا أوفياء ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. نذكر كيفاش راكو رايحين تشتركوا في هذه المسابقة، تدخلوا للقناة البنات كيما راكو تشوفوا، وكاين بزاف ما عرفوش واش معناتها صندوق الوصف. صندوق الوصف هو هذاك الخط اللي راكو تشوفوه جاي جوست اكوتي للعنوان تاع الفيديو، تضغطوا عليه راهم راحين يخرجوا لكم هذا الاربع قنوات، والقناه تاعي هي الخامسه كيما راكو تشوفوا. رايحين تدخلوا تضغطوا على هذا الرابط، رايحين تخرجوا في القناه تاع القناه الاولى اللي لازم تفعلوا معاها الشرط الاول، ديروا 5 دقائق على الاقل تاع مشاهدة، ديروا الجام وتشتركي وتفعلي الجرس، وهذه هي تزيدي تروحي للقناة الثانية تزيدي تديري نفس الشيء، راح تدخلي في قناتها تديري 5 دقائق مشاهدة وتزيدي تديري لايك على الأقل، وتزيدي تديري لايك وتديري اشتراك وتفعلي الجرس. وراح تكملي كامل مع القنوات اللي معانا، ما عندناش قنوات بزاف، عندنا 4 قنوات برك، هذا ما كان ماشي غون شوز. على هذيك قلت لكم لازم 5 دقائق على الاقل تاع المشاهده. رايحين البنات كل ما يحطوا هذو القنوات فيديو تدخلوا عندهم تديروا لهم على الاقل 5 دقائق تاع المشاهده، وتكتبوا لهم تعليق مشجع وديروا لهم لايك وتخرجوا من عندهم. على خاطرش انا اليوم اللي راح ندير فيه السحب، راح ندير السحب بهذيك الابليكاسيون. انا كي يخرج لي الفائز الاول راح ندخل لاي قناه من هذه القنوات اللي راهم محطوطين هنا في صندوق الوصف، ونشوف الى لقيت تعليقك راح تكوني انت الفائزه. الى ما كانش تعليقك في هذه القنوات راح يلغى راح نلغي اسمك، ونجوز نعاود نشغل هذيك الابليكاسيون ونجوز للفائز الاول واحد اخر لانك ما تفاعلتيش مع القنوات. هذه هي فوالا. ان شاء الله البنات نتمنى لكم حظ موفق، واش نقول لكم التزموا برك بالشروط، نتمنى ان شاء الله تلتزموا برك بالشروط، لانه هذه الابليكاسيون ما تعرف اون فات اوتوماتيك راح تعرف اللي راه متقيد بالشروط، واللي ماشي متقيد راح تحذف التعليق اسمه وما يجوزش في السحب. نتمنى ان شاء الله تفعلوا بكل شفافيه، لانه كاين بزاف يدخلوا عندي يقولوا لي نحبوا نشاركوا بصح ما يشتركوش عندي، انا راني روماركيت هذا الحاجه. فوالا البنات نجوزوا للفيديو تاعنا والحكايه تاع اليوم. الحكايه تاع اليوم جد جد مشوقه. حكايه اليوم رايحه ما عندهاش اسم للاسف الشديد، كنت حابه ندير لها اسم لكن هي قالت لي ما ديري ليش اسم، خليني بلا اسم كيما خلاني الزمن الغدار. هذا ونبداو الحكايه تاعنا. اسمي مجهوله النسب، لقبي لقيطه من الشوارع، كان اول نفس لي في ازقه المستشفى، لم يكن في احضان امي، انا الان في العقد 30، انا الان احكي حكايتي وكانني اولد الان. كنت اتمنى ان ارضى حليب امي ونتدفى بحنانها،
ولكن أنا ارتدمت بواقع مظلم لا يجد فيه نور. ترعرعت في برودة المشافي بين أيادي جاف لا تعرف الرحمة. سقيت من حليب كان مذاقه مر لأنه ليس حليب أمي. بعد 13 يوم من ولادتي جت امرأة كبيرة في السن وطلبت باش تتبنى فتاة. كنت أنا من نصيبها، حتى لما أخذتني بين يديها ابتسمت لها. بهذه الابتسامة زادت تعلقت بيا، هذا على حساب ما قالته لي هي. ادتني المرأة وربتني أحسن تربية، تربيت وترعرعت، قرتني وكبرتني أحسن تربية ودللتني وكأنني مع أمي الحقيقية. كانت حياتي بزاف عادية كما كامل الأطفال، نلعب نضحك نقرأ ونجير الدار، وتفرح بي المرأة اللي ربتني وكأنها أمي. حتى لسن العاشرة من عمري، في هذاك السن كانت صدمة كبيرة لي، ثم عرفت باللي الأم اللي راهي مربيتني ماشي أمي الحقيقية. عرفت هذا السر من الجيران، لأنه كنت نتعرض لأنواع الشتائم والمعايرات وكل حاجة ما كنتش مبالي، لأنه هذيك الأم كانت معوضتني على كل حاجة، ما كانتش محسستني وكأنني ماشي بنتها، كانت تعاملني وكأنني كثر من بنتها. ما كنتش مبالي، كملت دراستي ورحت للكولاج ورحت للليسي. في الليسي تعرفت على شاب أعجبني وعجبته، جاب أهله وجاي يخطبني. كنا متفاهمين ونبغوا بعضنا. كانت عنده أخت كانت معارضة تماما باش يرتبط بيا، لأنه كانت تقول له راك رايح تطيح في مشاكل، ما عندهاش هوية، ما عندها حتى حاجة، ما راك تلقى غير المشاكل معها. شوف بنت واحدة أخرى بهويتها بعائلتها، ما ترتبطش بهذه. هو كان مصر عليا وكمل علاقته معايا وجاب أهله وخطبني وتزوجنا وأنا في سن 17. فهذاك السن وندقت طعم السعادة والفرح، عشت معاه أحسن معيشة والحمد لله. أنجبت أول ثمرة حب بنتي ملاك، كان هدفي أن أغرس الشجرة ومسقيها لوحدي. في سن 21 سنة أنجبت زمردة الحب بنتي مروة، وكم كنت سعيدة. 22 سنة أنجبت لؤلؤة أخرى بنتي سيلين. 29 سنة أنجبت أخي العنقود بنتي ريتاج، وكانت أحلى وأبهى شجرة في حياتي. أنا لقبت نفسي بأم البنات، وأنا فخورة جدا أنني صرت أم للبنات ولم أرتكب خطأ أمي. في 14 أكتوبر جات الأم اللي ربتني باش تجوز معايا رمضان. جوزت هذاك رمضان، واش نقول لكم، أحسن رمضان في حياتي. كنا فرحانين أنا وبناتي، سهرانين نضحكوا. يوم العيد الصباح كانت حابة باش تعيد معي الصباح شوية وتعاود تروح لدارها. للأسف الشديد طاحت وتكسرت من رجلها، دخلت للمستشفى باش تتعالج. للأسف ما تجبرش التكسار تاعها وقعدت مقعدة. كنت أنا اللي معتنية بها، نغسل لها ندير لها ليكوش، معتنية بها كيما كانت تعتني هي بيا وأنا صغيرة. الحمد لله ربي قدرني ورجعت لها خيرها. ملي أمي أقعدت خلاص عيات قضات، وقلت ما تهدرش مليح، ما تسمعش مليح، قلت صحتها تدهورت بزاف بزاف. في واحد الليلة من الليالي كان واحد السكون ما نحكي لكمش، كانت خزري فيا في واحد النظرات وتوصيني على بناتي. أنا ما انتبهتش بلي راهي في سكرات الموت. راح ترقد، وفي الصباح نورت بناتي وجدتهم بعدهم اللي يقول، وباباهم راح يخدم. رحت لعندها وندهت لها، يما نروح ندوش لك دوكا. هي ما ردتش عليا مسكينه، ما رجعتش عليا. دخلت على الدوش وبديت نمس فيها، نشوف في عينيها طالعين في السماء، وهي مثلجه بزاف بارده. انا فهم عرفت باللي يما خلاص ماتت. بديت نزقي، جات عجوزتي وناس داري كامل، زادت لحقة الحماية المدنية، قالوا لي انه امك خلاص راهي ماتت، فرقت الدنيا.
ما نحكي لكمش انا البنات تحطمت، وليت نشوف الدنيا ظلمة بين عينيا، لانه ما عندي حتى واحد في حياتي، عندي غير امي. فقدت امي خلاص الدنيا ظلامت بين عينيا. دخلت في واحد الاكتئاب حاد. الحمد لله انا انسانة مؤمنة ارضى بمكتوب ربي سبحانه. عاودت وقفت على رجليا وقلت لازم نعيش حياتي، لازم نعيش حياتي ونذهب داري وولادي وزوجي. وقفت على رجليا وراني نعيش حياتي. انا انسانة نحب الخير لكامل الناس، انسانة جد بشوشة. اليوم راني نعيش حياتي، نعيش كل لحظة مع وليداتي. نصيحة مني، عيشوا كل دقيقة في حياتكم مع الأشخاص اللي تحبوهم. كونوا أطفال مع أولادكم، كونوا مراهقين مع أزواجكم. الزوج تاعي اليوم يقول لي حوسي على أمك الحقيقية لولداتك. البنات نصحوني يقولوا لي إلا نقدر نحوس على أمي، لأنه أنا من جهة نحب نحوس على أمي وتعوضني في أمي اللي فقدتها، الأم اللي ربتني. لكن من جهة واحدة أخرى أنا خايفة بزاف نسبب لها مشاكل، لأنه هي رمتني في أزقة المستشفى، ما حوستش عليا وما سألتش عليا. راني خايفة تكون دارت عائلة واحدة أخرى وراهي ما قالش لزوجها باللي عندها بنت واحدة أخرى ورمتها. ومن جهة واحدة أخرى ماذا بيا نحوس على أمي؟ على الأقل تعمر لي نتعرف على أمي، على الأقل، على خطر أنا ما عنديش عائلة. الآن العائلة تاعي الوحيدة هي أولادي وزوجي، هذا مكان. نصحوني بنات ويعطيكم الصحة لسمعتي حكايتي. الحكاية تاع اليوم البنات والله جد جد مؤثرة، أثرت عليا بزاف بزاف. أنا ما نقولكمش بنات، والله نحكي إن نقرأ فيها ونبكي. والله واش نقولكم، هذا والمشكل، هذا والمشكل تاع الحكايات من هذا النوع. الكبار يديروا الغلطة والدراري هما اللي خلصوا. الحمد لله هذه الطفلة هذه لقات نفس مؤمنة ورباتها أحسن تربية، قراتها وزوجتها الحمد لله. والحمد لله هذه البنت هذه، هذه الصبية هذه ردت لها الخير تاعها وقامت بها حتى ماتت، ربي يرحمها ونترحموا عليها كامل. لأنه هذه المرأة هذه سيسوخ سختة مصيرها في الجنة، لأنه واحد كي ربي تيم أبواب الجنة كامل مفتوحين في وجهه. وبالنسبة لهذه الأم لي ولداتك، أنا نصيحتي وش نقولك أختي، أنا نصيحتي ما تحوسيش عليها، خليها تعيش كما تحب. إذا كان عندها ضمير نبها ضميرها، هي اللي تجي تحوس عليك. ما لقري إذا كانت عودت زعما حياتها وعندها زوجها وخايفة من زوجها، تجي تقول لك وتحكي لك وتقول لك كانوا عندي ظروف وكانوا عندي ضغوطات على هذيك رميتك وما قدرتش نربيك. أنتي بالتأكيد على بالي بلي تسامحيها، راكي المهم تحوسي على خيط من عائلتك، هذا مكان. على بالي بلي راكي تتخيلي في صورتها كيفاش دايره هذه الام تاعك، كيفاش الا تشبهي لها الا ما تشبهي لها شيله هذه هذه، راكي تحوسي غير تسامحيها. على بالي تسامحيها مالغري ما رماتك، مالغري ما رباتكش، مالغري ما حوستش عليك. بصح معليش اختي، المسامح كريم. بالك كانوا عندها ظروف قاسيه، لانه كاين بزاف ناس يكونوا ولادهم شرعيين وما يقدروش زعما يربوهم، ظروف الفقر، فقر شديد ما يقدروش يربوهم، الوغ يرموهم ومن بعد يولوا يندموا ويقولوا حوسوا عليهم وما يلقاوهمش. نتمنى ان شاء الله انت تكوني في هذيك الوضعيه هذيك، ونتمنى لهذا الام الهدايه ان شاء الله، وتحوس على هذه الطفله هذه. مهما كان هذه الطفله تحتاج امها، حتى ولو هذه الطفله هذه تولي في عمرها 60 سنه تحوس على الحنان تاع الام تاعها. انا نتمنى بناتك هما اللي يعوضوك حنان الام هذه تاعك، وتهلاي في بناتك وفي دارك. وانا ما بقى لي غير نقول لك هذه هي النصيحه تاعي. البنات راهم يسمعوا في النصيحه، خلوا لها تعليقات، شجعوها، قولوا لها اقتراحاتكم. إذا كان عندكم زعما كاش نصيحة اكتبوها لها في التعاليق. ونزيد نذكركم بالمسابقة، نقولكم ما تنساوش المسابقة، تفعلوا مع المسابقة. وإن شاء الله وإن شاء الله راوي ينتظركم الكثير والكثير في قناتي. ما بقى لي غير نقولكم بقوا على خير خواتاتي وخواتي، تهلاو في روحكم ومع السلامة.